بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات في هذا الصباح، انطلاقة شوطنا العشرون، شوط يحمل لنا الابكار، الحقائق والمسافة هي 4 كيلومترات. نتابع هذه الاسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا الشوط. ابدأ مع البداية والصدارة، اتابع سامحة هنا على البداية لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله العطية هنا على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز والتقدم في هذه اللحظات. أتابع ثاني المراكز في هذه اللحظات، والقادمة هنا مزنة لعامر بن محمد بن عامر الجفار النعيمي، من تتواجد مع ثاني المراكز في هذا التحدي. بينما أتابع وصول من خلال هذه اللحظات هناك وثالث المراكز القادمة والمتواجدة مشاهدين الكرام مع هذه الانطلاقة، مع هذه التحديات. الله، الوصول هناك. أتابع حماس جابر بن بخيت بن ثويني الجربوعي، ولكن من الجانب الآخر أتابع التقدم والقادمة في هذه اللحظات. من الجانب الآخر من تتسلل بدورها هناك صواب سعد بن سعيد بن سعد الرفادة، يغير إلى ثالث المراكز. الله الأسماء، الله التحديات. شعار بن عمارة يقدم لنا هود عبد المحسن بن طالب بن علي الجربوع المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء هنا التقدم من نوادر محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري، ولكن وصول في هذه اللحظات من شواهين فرحان بن محمد بن حسن المحامض القادم مع هذه الانطلاقة. الله الأسماء، الله الشعارات القادمة، ولكن العودة هناك مع البداية. وتابع سامحة هناك على الصدارة على الانطلاق الأول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله العطية هنا مع البداية والصدارة، بينما أتابع الوصول مع ثاني المراكز مزنة لعامر بن محمد بن عامر الجفال النعيمي. ولكن شوف الأسماء، شوف التحديات القادمة والتقدم في هذه اللحظات. شواهين تصل مع ثالث المراكز، فرحان بن محمد بن حسن المحامض القادم في هذه اللحظات يشكل الخطر مع شواهين، من غيرت على الصدارة، من انطلقت بالبداية في هذه اللحظات. ولكن أتابع صواب سعد بن سعيد بن سعد الرفادة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا صواب، من تصل مع ثاني المراكز بن عمارة، يقدم لنا هود عبد المحسن بن طالب بن عمارة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء وصل شعار بن جبران، يقدم لنا أيضا براقة جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري بن جبران القادم في هذه اللحظات. وصول من الوطن صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل مع خامس المراكز. الله الأسماء، الله التحديات القادمة. ولكن أعود هناك مع شواهين مع الصدارة. الله على هذا الانطلاق الممتاز، فرحان بن محمد بن حسن المحامض يقدم لنا شواهين، يقدم لنا شواهين مع البداية والصدارة. بن جبران القادم مع براقة مع ثاني المراكز. الله، وصلت براقة جابر بن سالم بن جابر بن جبران يصل هنا. بن عمارة يقدم لنا هود مع ثالث المراكز، ولكن وصول من أرعدي محمد بن طحنون بن جابر بن جبران، ولكن الله متعبة، وصلت متعبة. عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين القادم مع متعبة في هذه اللحظات الأخيرة. الله 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 الله، ولكن شواهين شعار المحامض هناك مع الصدارة. متعبة القادمة بشعار بن حذقين، الله متعبة غيرت على الصدارة، انطلقت بناموسي هذا الشوط. سلام بن حذقين، سلام متعبة على هذا الأداء، على هذا الانطلاق، على هذا الناموس. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين المري على فوز متعبة بالمركز الأول. ثاني المراكز
كان الوصول من شواهين فرحان بن محمد بن حسن المحامض، بينما وصلت في ثالث المراكز الرعديل محمد بن طحنون بجابر آل جبران المري، ورابع المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من براقة جابر بن سالم بجابر بن جبران، وخامس المراكز وصلت الوطن صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل. نعود للتوقيت الزمني 6 دقائق 4 ثواني 90 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك متعبة عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حذقين المري على فوز متعبة بالمركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول من شواهين 6 دقائق 5 ثواني 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لفرحان بن محمد بن حسن المحامض، بينما وصلت في ثالث المراكز هنا توقيتها الزمني 6 دقائق 5 ثواني 92 جزء من الثانية. الثانية لمالك رعدي محمد بن طحنون بن جابر الجبران الم